بحضور قضاة الادعاء العام في إقليم كردستان وأعضاء لجنة النزاهة في برلمان إقليم كردستان وعدد من مديري الدوائر الحكومية، أقيمت في أربيل ورشة عمل لتطوير الجهاز الحكومي المعني بمحاربة الفساد ومتابعته. أهمية انعقاد هذه الورشات مكافحة الفساد هي ضرورية للمجتمع وللحكومات همينة والمؤسسات التي تشتغل بها المسائل، فمؤسسة النزاهة كذلك جهاز الدعاء العام كذلك الحكومة، وشون نعمل على قطع دابر الفساد بكل الطرق والسبل، حيث نجي على القوانين المنطبقة في كردستان وفي العراق همينة، ونستفاد من تجارب الدول المجاورة كي نصل إلى الحد المعقول من مكافحة الفساد. هذه الورش تناقش وضع المؤسسات وكيفية عملها من ناحية الرقابة المالية والصرف المالي الذي يجري فيه، مع طرق تعديل المسارات الممكنة لتقليل الفساد والهدر المالي داخل تلك المؤسسات والدوائر الحكومية.